يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وإن ما كنتوا عم بتتابعوا إذاعة بانوراما، بعدنا معكم بهدى وهن وعاد المنتخب السعودي للمعلوماتية إلى أرض الوطن بعد مشاركة ناجحة توج فيها بميداليتين عالميتين بأولمبياد المعلوماتية الدولي اللي أقيم بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية. حنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من ضيفنا الموجود معنا داخل الاستوديو، مدير المسابقات بموهبة، الأستاذ بدر المجردي. أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر. يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المستمعين والمستمعات. يسعد نهارك. يعني دايما مصممين وين ما تروحوا إلا ما ترجعوا عم تخلوا مجال لحدا. الحمد لله، يعني هذا يعني مجهودات أبناء وبنات البلد ومنظومة كاملة جالسة تدعمهم، فالحمد لله. يعطيكم العافية. بداية حابين نعرف الهدف من مشاركة المنتخب السعودي للمعلوماتية بهيدي المسابقات. طبعا احنا بشكل عام عندنا يعني هدف انه اعداد شباب وشابات السعودية ليصبحون منافسين على المستوى الدولي، ولذلك نشارك في عدد من المسابقات المختلفة اللي تهيئهم في سن مبكرة انهم يدخلون في منافسات كبيرة وصعبة المستوى حتى يكونوا جاهزين ان شاء الله في المستقبل للمنافسة على كل الأصعدة. وطبعا في هذا المجالات اللي هو المعلوماتية وتحديدا البرمجة التنافسية تخصص مهم جدا. اليوم الحياة كلها تتجه باتجاه التقنية، والسعودية حريصة على إعداد جيل تقني قادر على التعامل مع المستجدات الجديدة. كان لهذا الأولمبياد أهمية خاصة، وبالتالي عملنا عليه الفترة الماضية، وهو منافسة عالية المستوى بادية من عام 1989 تقريبا، والآن وصلت إلى حوالي 96 دولة هذه السنة. بالتالي منافسة عالية المستوى، والحمد لله خاضوها طلابنا مثل عادتهم وحققوا إنجازات. نعم، عادة كيف بتم تأهيل الطلاب للمشاركة في هذه المسابقات؟ يمكن أنا وياك أكثر من مرة حكينا عن هالموضوع، ولكن دايما بقول كل ما بذكر وكل ما بيسمعنا مستمع جديد بيكون عنده طفل بحس أنه موهوب إلا ما يستفيد من حديثنا، فكيف بتم التأهيل وكيف بتم المشاركة إذا فينا نحكي؟ طبعا عشان نعرف النقطة المهمة، دائما لما نتكلم عن مسابقات لطلبة التعليم العام، البعض يعتقد أنها مستواها في مستوى ما يدرسون في التعليم عموما، ولكن هذه المسابقات الدولية مختصة بالموهوبين أصحاب القدرات الفائقة، ولذلك مستواها أعلى بكثير، أحيانا يتجاوز حتى مستوى ما يحصل عليه الطالب في المرحلة الجامعية، فتحتاج الإعداد طويل. الموضوع الثاني في هذا التخصص تحديدا أن البرمجة بالعمق اللي موجودة في هذه المسابقة غير موجود أصلا في المناهج، ولذلك عندنا مسابقة سابقا اسمها مسابقة بيبرس المعلوماتية تقيس التفكير الطالب إذا كان قادر على البرمجة أو لا، ومن ثم يدخل في برامج وملتقيات من خلال برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية بالشراكة مع وزارة التعليم، أكثر من 1000 ساعة تدريبية سنويا على الأقل لمدة 3 سنوات حتى يكون جاهز لهذه المنافسة الصعبة. وأيضا كنت معك هذا العام وتكلمنا عن الأولمبياد اللي أطلقناه هذه السنة، الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي أذكى، اللي كان بالشراكة مع سدايا وزارة التعليم، وبإذن الله أنه يعزز أن الطالب من المدرسة يبدأ يتعلم البرمجة بشكل أكبر، وبالتالي إن شاء الله يكون عندنا مخرجات أفضل، لكنها تحتاج حتى تظهر إلى سنة أو سنتين تدريب طويل جدا، تخلل معسكرات حتى خارجية بهدف احتكاك الطلاب بطلبة من دول قوية ويتنافسون في عدد من الاختبارات مع بعض، والحمد لله أثمرت الميداليتين اللي تم تحقيقها. نعم، عادة لما بيتم اختيار طلاب للمشاركة بهيك مناسبات أكيد العلم الموجود عندهم، الذكاء الموجود عندهم مهم، ولكن إلى أي مدى لازم يكون في مهارات معينة؟ يعني كمان بده يكون الطالب عنده مهارات معينة موجودة، في بعض الأحيان ربما بتعطيه تفضيل للمشاركة أكثر من غيره، من طالب قد يكون متفوق علميا أكثر منه. هو عموما احنا البرنامج طويل زي ما ذكرت لك، وهدفنا ابعد من مجرد المشاركه، احنا نعيد شبابنا وشاباتنا المستقبل، ولذلك البرامج التدريبيه اللي تقدم لهم ليست فقط خاصه بالجانب العلمي، يمكن الجانب العلمي يستحوذ على 80 الى 90% من التدريب، ولكن ايضا في تدريب للغه الانجليزيه، الطلبه اللي عندهم مشكله في اللغه الانجليزيه، في تدريب على المهارات الشخصيه والقدرات على التواصل وغيرها، لان في الاخير احنا نبغى نطلع قاده في هذا المجال. لكن في الأخير بالنسبة للترشيح للمسابقات، طبعا
فيه في كل الملتقيات في معايير على الطالب أنه يلتزم فيها من الناحية الأخلاقية والتعامل مع زملائه والالتزام بالبرنامج، لأن أيضا نحتاج أن يكون عندنا أشخاص ملتزمين. فأحيانا في بعض المراحل، والحمد لله أنها قليلة جدا يعني، قد نضطر لأخذ بعض الإجراءات لاستبعاد بعض الطلاب، لأنه لن يصل طالب لهذا المستوى إذا لم يكن أحيانا الموهبة مهمة جدا طبعا. لكن دائما الجدية والعمل الأكثر هو اللي يحقق النجاح على المدى البعيد. ولذلك كل هذه المعايير توضع كضوابط في الملتقيات والمعسكرات اللي يحضرها هؤلاء الطلاب. نعم. ولذلك اللي حيوصل على الآخر في النهاية هو الأقوى علميا، الأكثر انضباطا طبعا، والأكثر اجتهادا، وأيضا تبنى المهارات الناعمة خليني أقول عندهم خلال هذه السنوات. وبالتالي دائما المخرج لما نشوفهم هم صغار يبدأون معنا في الصف الثاني المتوسط أو الأول المتوسط، ونشوف كيف يطلعون في الصف الثالث المتوسط تغيير كامل على مستوى الشخصي. طبعا. يمكن كمان في سؤال مهم كتير عم يسمعونا هلأ، بيقولوا شو مطلوب من أي طالب لحتى ينضم لهذه المسابقة؟ طبعا كل المطلوب أولا أنه يعد نفسه علميا، وطبعا عندنا حنطلق الشهر القادم مسابقة ببرس المعلوماتية، والآن أيضا انطلقت الأسبوع الماضي مسابقة موهوب في التخصصات. نعم. الأخرى الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء والعلوم. دائما في موقع المسابقة في صفحة خاصة نسميها مكتبة المسابقة، فيها كل المحتوى العلمي اللي المفروض أن الطالب يستعد له. وأنا أقول دائما الأهم ليس حضور الاختبار والاستعداد العلمي فقط، المفروض أن أولياء الأمور، المعلمين، جميع المحيطين بالطالب بالذات لأن اختار في سن مبكرة، أنهم يوعون الطالب بأهمية دخوله في هذا البرنامج والأهداف البعيدة اللي يحققها من خلالها. لأن دائما الطالب اللي يدخل بوعي أكبر، القدرة على تجاوز المراحل الصعبة اللي يمر فيها تكون أكبر بكثير. نعم. عادة الفئات العمرية، هل بتختص هذه المسابقة بفئة عمرية محددة؟ نعم، المسابقة طبعا الطلبة اللي هو الأولمبياد الدولي لطلبة التعليم العام، ولكن إلى الصف الثالث الثانوي. نعم. لكن بالنسبة لنا احنا يتم اختيار الطلاب من مرحلة مبكرة، يعني من الصف الأول إلى الثالث المتوسط، لسبب زي ما ذكرت أن الإعداد يحتاج على الأقل إلى سنتين إلى ثلاثة. وبالتالي الطالب إذا حضر معنا في الصف الأول المتوسط ممكن يستمر معنا لمدة 5 أعوام، ولكن طبعا خلال هذه الأعوام يتعرض باستمرار في كل هذه المعسكرات. نعم. لاختبارات ترشيح، قد ينتقل من مستوى إلى آخر، وقد يستبعد في مرحلة معينة. نعم. ومكتسبات هذا البرنامج لا تقتصر على اللي يروحون ويحققون النتائج فقط، احنا لما نتبع أداء الطلاب اللي دخلوا في هذا البرنامج حتى اللي وصلوا إلى درجة معينة منه وخرجوا من المنافسة، نلقى أداءهم يستمر أداء رائع جدا، لأن المنافسة جدا صعبة. وبالتالي احنا نحرص على أن نكثر الأعداد في هذا التدريب قدر المستطاع حتى نوصل الفائدة الأكبر عدد من هؤلاء الموهوبين اللي شغوفين بمثل هذه المجالات المهمة. طبعا هو بكل الأحوال أي حدا بيدخل هيدا التدريب حتى لو استبعد بعدين، بالنهاية هو كسبان، يعني مثل ما حضرتك قلت الغرض مش المشاركة والفوز بقدر ما هو إنه تدريب الطلاب وتأهيلهم أي نوع من العلم ومن التدريب إلا ما يفيدهم بحياتهم المستقبلية. في شي مرة أستاذ بدر طالب دخل معكم مثلا، دخل هيدي السنة، دخل من شهرين ودغري استحق أنه يكون مرشح للمشاركة، بتاخدوا وقت لتبدأوا بتدربون، ولكن قديت حتى يبدأ بالمشاركة بالمسابقات؟ على مستوى كل التخصصات مو المعلوماتية فقط، مر علينا حالات رائعة يعني خلال سنة وديناهم مباشرة للمستوى الرابع. نعم. واستطاعوا المنافسة يعني من أول سنة. لما أتذكر مثلا في تخصص الرياضيات طالب زي الزبير ولا مروان أكثر طالب سعودي حصل على ميداليات، حوالي 15 ميدالية، الزبير بعده في الترتيب حوالي 13 ميدالية. هؤلاء الطلاب ليش هذا العدد الكبير من المسابقات؟ لأنهم ما شاء الله وصلوا في سن مبكرة. نعم. وشاركوا في سن مبكرة جدا في المسابقات الدولية، وبالتالي صار عندهم فرصة سنة وسنتين وثلاثة وأكثر من. نعم. مسابقة. بالتالي دائما ما يكون في حالات، وإحنا دائما نقول للناس ترى إحنا مو برنامج تعليمي مدرسة لازم تتجاوز هذا الصف عشان تنتقل الصف اللي بعده. بالتالي عندنا مستويات من التدريب، الطالب اللي يؤدي أداء استثنائي في أي مستوى من التدريب ينتقل لمستوى آخر. السنة الماضية في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي كانوا الطلاب اللي إحنا مدربينهم مشاركين في نفس المسابقة، وتفاجأنا بطالب من بيشة. نعم. حقق ميدالية ذهبية ما نعرفه، ما عمره دخل معنا أي برامج، لما نتكلم معه هو درب نفسه بنفسه من خلال عدد من المواقع وغيرها. مثل هذا الطالب لديه القدرة أن خلال سنة واحدة اللي هي هذه. نعم. السنة أن شاء الله يستطيع أن يمثل
يمثل دوليا. نعم، ذكرت لي زبير وذكرت لي طالب آخر مروان. بشو حققوا هيدي الميداليات ووينهم هلا؟ بتتابعوا بتشوفوا وين وصلوا؟ حتى بعدهم موجودين معكم ولا طلعوا؟ نعم لا، هم الاثنين خلصوا تقريبا. الاثنين اختاروا الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في البداية، الزبير خلص نعم، والآن يكمل الدكتوراه في 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 الولايات المتحدة الأمريكية. الملفت في تجربة الزبير إن من أداء الاستثنائي في الجامعة طلبوا منه يدرس بعض الكورسات للزملاء نعم. داخل الجامعة. مروان طبعا والزبير أيضا يشاركون الآن في تدريب المنتخب السعودي نعم. للرياضيات كمدربين معنا، ويمثلون المملكة في الأولمبيادات الدولية في تخصص الرياضيات، هم وعدد من زملائهم في تخصصات أخرى كأعضاء في الفريق العلمي السعودي اللي مسؤول عن إعداد الاختبارات للطلبة السعوديين نعم. وترجمتها للغة العربية والدفاع عن درجاتهم وغيرها نعم. فيعني ترى ما شاء الله الدائرة مرتبطة أكيد. يروحون يرجعون يدعمون زملائهم في هذا طبعا المجال. طبعا، لأنه بالنهاية فينا نقول ثروة هودي الطلاب لازم يتم استغلالها وعصرها. ترى في نقطة مهمة لطلبة موهبة إجمالا. تفضل. احنا طبعا الطلبة اللي يخلصون الصف الثالث الثانوي يدخلون في ما نسميه رابطة موهبة، كوميونيتي أو مجتمع خليني أقول للطلبة الموهوبين يستمرون فيه في التواصل. هؤلاء الطلاب صلحوا مجموعة من خليني أقول الجهات الغير ربحية اللي تدرب الطلاب على مستوى المملكة نعم. آخرها الآن أطلقنا مسابقة موهوب في أكثر من جهة من طلبة موهبة، هم اللي يقومون بالعمل كامل وفاتحين التسجيل لكل الطلاب من مختلف المملكة، وبالتالي جالسين يدعمون أبناء المملكة من مختلف المدن في تدريب لإعدادهم لمثل هذه المسابقة نعم. إلى أي مدى بتعتمدوا بالمسابقة عنصر التنافس بين الطلاب المرشحين؟ طبعا هو العنصر الرئيسي، لأن بالذات هذا النوع من المسابقات مثل المسابقة المعلوماتية في الآخر الطالب حيجلس على جهاز عنده كم مشكلة عليه أنه يوجد لها حلول من خلال عمليات البرمجة. فأنت في الآخر يعني أحيانا قد يكون في طالب بارز في التدريب في مشاركاته في اقتراحاته في أفكاره، لكن إلى أي درجة يستطيع تطبيقها عند بعد ما نعم. يكون على الجهاز ويطلع الكود الصحيح اللي يحل المشكلة. وبالتالي المعيار الرئيسي الطلاب يبلغون من البداية كم عدد الاختبارات اللي سيتعرضون لها نعم. كم نسبة كل اختبار من الاختبارات المرشحة للمسابقة الدولية، وأيضا احنا ندخل معيار آخر عندنا عدد من المسابقات الإقليمية اللي تسبق الأولمبياد الدولي نعم. أيضا يكون لها نسبة مؤثرة في ترشيح الطالب للمسابقة الدولية. طبعا ترى الطالب مو بس حيختبر وياخذ درجته وخلاص، احنا نتيح لهم اللي هو الدفاع عن درجاتهم في يوم خاص بعد ما تنتهي الاختبارات. هذه حلولك والمدربين جالسين نعم. شوف اللي عندك وتعال اجلس ناقشهم علميا في هذا الموضوع، مو بس عشان الدرجات نعم. لكن مثل هذه النقاشات تعمق فهمه للمحتوى اللي المفروض يكون جاهز نعم. فيه. إلى أي مدى مرات أو صادفتوا طلاب تفوقوا على مدربينهم؟ دائما والله. أنا عن نفسي أنا تخصصي كيمياء وكنت أدرب نعم. طلبة الكيمياء. الجزء الرئيسي اللي يتعامل مع هؤلاء الطلاب الموهوبين أن دائما يعطيهم الأدوات أكثر من أن يعطيهم معلومات، بمعنى نعم. أنك لما تواجه موقف مثل هذا يجيب لك معلومات جديدة أنت ما تعرفها، تجلس معه على الجهاز يلا نبحث مع بعض، طلع بعض المعلومات اللي يمكن ما هي الإجابة النهائية وتبدأ تربطها معاهم، عشان فأنت كذا أعطيته أداة كيف يحل الأسئلة أكثر منك تجاوب عليها. إحنا دائما فخورين وسعيدين بعد ما ندربهم سنة سنتين نلقاهم جاوزونا في المستوى، وهذا الشيء اللي إحنا نبحث عنه. نعم نعم. الجوائز اللي حصدتوها بأولمبياد مصر شو هي وبشو؟ ميداليتين برونزية في منافسات المعلوماتية. الطلاب تعرضوا لاختبارين، كل اختبار في 4 مشاكل، على الطالب خلال 5 ساعات أنه يحل هذه 4 المشاكل، يعني تقريبا تعرض ل8 مشاكل مختلفة تختلف، قد تكون رياضية أو غيرها في مجالات مختلفة، ولكن عليه بالبرمجة نعم. أنه يوجد أسهل حل ممكن لها. والشيء الثاني يستخدم أقل مقدار من الذاكرة، يعني لازم الحل ما يكون معقد هذا أيضا نعم. فالحمد لله يعني الطلاب يخضعون في المسابقات الأولمبياد الدولية جميع الطلاب يخضعون لنفس المشكلات بالضبط. الأفضل حلا اللي أخذ أقل مساحة ويستغرق أقل وقت في إعطاء النتائج هو لصاحب الدرجات الأعلى دائما. نعم. أدي لكم مشاركات عالمية كموهبة طبعا من المملكة العربية السعودية، دائما الفرق المنافس الشرس بيكون
من أي دول بيجوا؟ الدول كثيرة بصراحة، ترى يعني إحنا بدأنا 2009 زي هذه الأولمبيادات، بدأت من 50 و60 سنة، يمكن أولمبياد المعلوماتية أحدث عام 89. فطبعا دول زي الصين، شرق آسيا إجمالا، الصين، كوريا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، بالرغم من بريطانيا، بالرغم من عادة طلابهم يا صينيين يا من جنسيات أخرى، دول منافسة وقوية بصراحة. أيضا في تخصص المعلوماتية تحديدا دول زي صربيا والدول المحيطة فيها تعتبر من الدول القوية، فبالتالي دائما المنافسة قوية. بس اليوم الحمد لله يلنا معهم جالسين يحققون إنجازات. ومع هذه السنوات الجانب الجميل، أنا أتذكر في البداية كنا نروح الطلاب شوي عندهم رهبة الحدث، وهذول الطلاب اللي لهم سنوات يحققون ميداليات ولهم إنجازات واضحة. اليوم احنا نتكلم عن حوالي 680 ميدالية وشهادة تقدير في 12 سنة، خلى هذا الأمر طلابنا يروحون هناك بثقة وعارفين انهم رايحين للمنافسة وتحقيق الجوائز وليس فقط لمجرد المشاركة. المسابقة القادمة كيف وين حتكون؟ احنا عندنا عدد من المسابقات، منها أولمبياد البلقان، يعني بعد تقريبا 4 أو 5 أيام حيسافر الفريق في مجال المعلوماتية، طبعا هو للجيل الجديد اللي إن شاء الله يدخل الأولمبياد الدولي السنة القادمة. أيضا تو الآن أقيم في السعودية أول أولمبياد دولي في الذكاء الاصطناعي بمرافقة قمة الذكاء الاصطناعي اللي أقيمت في السعودية، والحمد لله حقق أحد أبنائنا ميدالية فضية في هذه المسابقة. وعندنا بعدها إن شاء الله عدد من الأولمبيادات الخليجية والعربية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء في شهر أكتوبر، وبنختم السنة بالأولمبياد الدولي للعلوم للناشئين اللي بيقام في رومانيا في ديسمبر القادم. والمعلومة المهمة أن اليوم تقريبا إحنا أكبر رقم في سنة واحدة كان 71 ميدالية، هذه السنة الآن واصلين 70 ميدالية وشهادة تقدير، ولسه عندنا عدد من المشاركات، فإن شاء الله نتوقع كسر رقم قياسي صعب السنوات القادمة نوصل له، بس إن شاء الله إن شاء الله. على أي أساس بتختاروا المسابقات؟ بتم دعوتكم ولا من أول السنة بتكونوا عارفين شو في مسابقات وبتقدموا طلب للمشاركة؟ كيف عادة بيكون؟ هو مثل هذه المسابقات تفترض أنك تكون عضو في هذه المسابقة، وبالتالي توصل كل الدعوات في وقتها. احنا طبعا بدينا موضوع العضوية من سنوات طويلة، بدينا الرياضيات 2009، الكيمياء والفيزياء 2011، العلوم 2015، المعلوماتية 2019، بدأنا 2020 بدأنا الأحياء، هذه السنة بدأنا العلوم النووية، وبدأنا الفلك والفيزياء الفلكية، والحمد لله كل الفريقين من أول مشاركة حققوا إنجازات. أيضا شارك في عدد من المسابقات الإقليمية، أما مثل ما ذكرت دول البلقان قوية في تخصصات الرياضيات والمعلوماتية فنشارك معهم، روسيا والدول المجاورة لها قوية في تخصص الكيمياء فنشارك معهم. جزء من هذه المسابقات الإقليمية أن نعطي احتكاك أكبر لعيالنا استعدادا للمسابقات الدولية، وبالتالي المملكة اليوم عضو تقريبا احنا وصلنا حوالي 26 مسابقة ما بين دولية وإقليمية، وإن شاء الله مستمرين في التوسع بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب مختلف التخصصات. كل طالب حسب شغفه إن شاء الله يلقى المجال اللي يناسبه، وبالتالي أكبر فرصة لأكبر عدد في أكبر عدد من المسابقات. نعم. دايما أستاذ بدر سؤال هيك اللي أكيد اللي عم يسمعونا بيتبادر للذهن، أنتوا دايما بتستنوا الطلاب يقدموا ولا حتى أنتوا بتلاحقوا إذا الطلاب داخل المدارس لما بيكون في نابغة أو بيكون في حدا متفوق أو ملفت للنظر بتعرفوا زي ما بيقولوا تصطادوه؟ هذا الأمر موجود، إحنا يعني شغالين زي في كرة القدم لما يدورون محترف. صحيح. عندكم مندوبين بيكونوا موجودين بينبعتوا للمدارس بيحاول مو يرسل بشكل مباشر، بس إحنا اليوم خلال 10 سنوات دربنا عدد كبير جدا معلمين، وهم الآن مثل المناديب لنا في كل المدارس والمناطق التعليمية، وبالتالي وعدد منهم شارك معنا ويعرف المستوى اللي إحنا نبحث عنه. فدائما لما يجينا شخص منهم يقول أنا عندي طالب لقيته متميز في كذا، نجهز الاختبار ونختبره نتأكد من قدرته وفين يقدر يتسكن. كثيرين صراحة مروا خلال سنوات ماضية دخلوا بهذه الطريقة وحققوا إنجازات مهمة. أتذكر منهم عمر ربيع بن وزير الحرب
الحاج توفيق الربيعة، يعني الأب الرائع في ابنه قدرة في الرياضيات، واختبرناه وفعلا كان رائع، كان واحد من أكثر الطلاب اللي أدوا أداء رائع، يعني يمكن حوالي 7-8 ميداليات خلال مسيرته. وأيضا في أمثلة كثيرة، أتذكر أيضا شادن الشمري أكثر بنت سعودية حققت ميداليات ما دخلت معنا بالطريقة اللي هي تسجل، قدموا أنه في شخص تواصل معنا وقال عندي بنت استثنائية في الرياضيات، فعلا لما اختبرناها كانت رائعة جدا وأثمرت تقريبا أعتقد عندها 11 ميدالية دولية. نعم، شكرا جزيلا لك مدير المسابقات بموهبة الأستاذ بدر المجردي، يعطيك العافية. شكرا، شكرا نورتنا.